مين خلفتك؟ يعني بص، انا مش عايز اقول، انا دايما بقول ان كل في شخصيه بصراحة مستقله بنفسها. ما بشوفش حد شبهك. والله انا اللي عاجبني، بس هي المشكله كلها مش الاداء، المشكله كلها في العقليه. لان انا دايما بقول لعيب الكوره عقلية مش مجرد صحيح. اداء فني جوه الملعب بس، لا هو عقليه كمان. انا شايف لعيب كويس قوي، لعيب مميز قوي، الوحش في النادي الاسماعيلي، عمر الوحش. عمر الوحش، من اللعيبه المميزين. ولكن هل هو عقليته تخلي تساعده ولا لا؟ هو ده المهم. انما هو لعيب مميز، لعيب بس انت اخترته دون عن كل اللعيبه اللي موجوده في مصر، ده معناه ان انت يعني ايه، عارف ان هو لعيب عشان حلو. سنه صغير، اداؤه من الاداء الكويس، لعيب شايفه بشكل كويس. ولكن هي بقى الاهم العقليه، الدماغ. بس